تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تقديم خدمتها للمسافرين من أصحاب الهمم، وذلك بتوفير مجموعة من التسهيلات أسوة بجميع أفراد المجتمع. ومن تلك الخدمات منصة جوازات تقدم خدمات متنوعة لهذه الفئة من المجتمع. عيسى الخوري زار هذه المنصة وعاد بهذا التقرير. تولي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي اهتماما كبيرا باعتباره أكثر مطارات العالم ازدحاما، وتأتي فئة ذوي الهمم في قمة أولوياتها، حيث وفرت لهم منصة جوازات خاصة تمكن أصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة إنجاز كافة معاملاتهم بسهولة ويسر. تعاوننا مع مطارات دبي في تصميم كونتر يكون في مستوى مناسب لنظر اللي هم يستخدمون الكراسي المتحركة، على أساس أنه يتعامل كشخص مع كونتر، ما يتعامل بعد أنه في حد أعلى بمستوى النظر يكون مختلف من بين الثاني. فلهالسبب تم تصميم الكونتر، ياخذ أريحيته، يقدر يتكلم مع الموظف في كافة الخدمات. وبتلاحظ أنه في الكونتر في جهاز بصمة العين اللي هو بإمكان يستخدمها ويلتقط صورته، ما فيها أي متطلبات أخرى. تم تصميم هذه المنصات بمستوى يناسب أصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة، وتم إخضاع المنصات لمجموعة من التجارب التي مكنت إقامة دبي من تحديد الأطوال والأبعاد المناسبة التي تخدم مستخدمي الكراسي المتحركة بمختلف أحجامها. احنا في فترة من الفترات دولة الإمارات استضافت أبطال الأولمبيات أصحاب الهمم، فكان لنا شرف للتعامل معهم. شفنا أحد الشخصيات اللي هم من أصحاب الهمم يستخدم الكرسي المتحرك ويعتمد على نفسه في الإجراءات. بعد خروجه من الكونتر كان شيء مبهر له، لدرجة أنه كان يعني يوصف فرحته، وهذا دليل على أن هذه الخدمة مميزة قد لا تكون في أماكن أخرى زارها نفس الشخص. ولله الحمد هذا دل على أن دولة الإمارات أخذت أصحاب الهمم يعني نصب أعينها بتمييزها من خلال توفير أفضل خدمات وأفضل مرافق اللي تتماشى مع متطلباتهم واحتياجاتهم. تأتي هذه الخدمات التي تقدمها إقامة دبي من منطلق حرصها على توفير أفضل الخدمات لذوي الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وهو ما ينسجم مع السياسة الوطنية التي تتبناها الدولة في تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.